ما هي صلة القرابة بينك وبين الأمير متعب بن عبد الله؟ الأمير متعب بن عبد الله ابن خالتي. بس خليني أعلق على هالقصة. كل الناس الذين يرتبطون معك بصلة نسب أو بصلة قرابة هم مصدر الفخر، لكن ليس بالضرورة أنك تدخل المجالس تقول أنا فلان الفلاني ولد عمتي علي العلياني أو سعد المنتفق. أيضا ما تتنكر لفلان، لكن ما بشغلتي. نعم، وأحيانا ما لها علاقة بنجاح الإنسان.